السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع هذا الخبر الذي يتحدث عن من هو زوج المهرة البحرينية الذي يتساءل الكثير عنه في مختلف الأماكن، ونحن نقدم لكم هذه الحلقة عن المهرة البحرينية والتي تظهر في الصورة وأمامكم، وهي فنانة وممثلة خليجية شهيرة جدا والجميع يعرفها جيدا، وأثارت العديد من الجدل حوالين زوجها وزواجها، حيث تظهر ملامحها من الكاميرا عبر قناة الستوري على الانستغرام، وعلقت عليه بكلمات رومانسية، وهذا ما دفع الكثير عن المتابعين لتقديم التهاني لها والبحث عن من هو زوج المهرة في الصورة التي خفي وجهه عن المشاهدين. وقالت: أنا أحن قلبي واجهك. ومنذ أن نشرت هذه الصورة أثارت الجدل، وكانت المهرة البحرينية قد مرت بأزمة خلال زواجها الأول، وكانت قد تحدثت بشكل واضح عام 2020 عن زواجها، حيث تزوجت منذ فترة من الزمن من أحد المنتجين الكويتيين وهو عادل مسلم، ومرت بأزمة كبيرة، وقد استفادت من هذه الأزمة ولم تفصح عن هوية زوجها الثاني مخافة من أن تتكرر مثل هذه المشكلة التي حدثت معها في زواجها الأول، وقالت أنها تحتاج إلى بعض الوقت حتى تتمكن من أن تنتقل من حياة إلى حياة أخرى. واليوم الجميع يتساءل من هو زوج المهرة الجديد، وما زال زوج المهرة الجديد غير واضح المعالم، برغم أن بعض المواقع كتب الكثير عن هذا الموضوع، لكن نحن ننقل لكم بكل صدق الأشياء كما هي. وترددت منذ فترة عن لا يوجد اسم آخر غير الزوج الأول هو عادل مسلم، أما اسم جديد الذي يظهر أمامنا في الصورة لا أحد يعرفه خالص. تحياتي لكم.